السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب، معكم خليل خليل مدرس الرياضيات. في هذا الفيديو سوف نتعلم كيف نقارن الكسور العشرية أو نقارن الأعداد العشرية comparing decimals. نبدأ. بداية تعالوا لنتذكر الكسر العشري. ما هو الكسر العشري أو العدد العشري؟ العدد العشري أو الكسر العشري هو أي عدد يحوي فاصلة، مثلا 3.4 27.968 إلى آخره، إذا هو أي عدد يحوي فاصلة. طيب كيف أقارن؟ أقارن دائما بالإشارات أكبر أو أصغر أو يساوي في هذا الشكل. هل للمقارنة طريقة؟ طبعا يوجد طريقة. ما هي الطريقة؟ تعالوا لنرى الطريقة. نقارن القسم الصحيح مع القسم الصحيح. ما هو القسم الصحيح؟ تعالوا لنرى. مثلا لو قلت 27.34، لاحظوا لدينا فاصلة. القسم الذي على يسار الفاصلة يسمى القسم الصحيح، والقسم الذي على يمين الفاصلة يسمى القسم العشري. إذن بداية نقارن القسم الصحيح مع القسم الصحيح، فإذا لم نستطيع المقارنة نقارن الجزء من عشرة مع الجزء من عشرة، فإذا لم نستطيع المقارنة نقارن الجزء من مئة مع الجزء من مئة. طيب الثلاثة والأربعة أيهما أكبر؟ طبعا الأربعة أكبر من الثلاثة، ولكن لماذا ضربت هذا المثال؟ لكي أعطي ملاحظة مهمة جدا جدا، ركزوا أعزائي الطلاب. هذه الإشارة هل أقرأها أكبر أم أصغر؟ الجواب هذه الإشارة أحيانا أقرأها أكبر وأحيانا أقرأها أصغر. كيف؟ مثلا لو بدأت أنا بقراءة من اليسار إلى اليمين، الثلاثة أصغر من الأربعة، إذا قرأتها أصغر. طيب لو بدأت بالقراءة من اليمين إلى اليسار، أقرأ أربعة أكبر من الثلاثة. إذا لاحظوا هذه الإشارة نفسها، مرة قرأتها أصغر ومرة قرأتها أكبر. طيب أين السر؟ السر على الشكل التالي. دائما لاحظوا هذه الإشارة لها اتجاهين، اتجاه كبير مفتوح واتجاه صغير مغلق. دائما العدد الكبير يكتب من الجهة أو من الجهة الكبيرة المفتوحة، والعدد الصغير يكتب من الجهة الصغيرة المغلقة. مثلا 10.8، من الأكبر؟ الأكبر هو العشرة. إذا نكتب الإشارة بحيث تكون الاتجاه المفتوح باتجاه العدد الأكبر، والاتجاه المغلق الصغير باتجاه العدد الصغير، بهذا الشكل. نبدأ بالأمثلة. نبدأ، قلنا نقارن القسم الصحيح مع القسم الصحيح. الثلاثة الاثنان، الثلاثة أكبر من الاثنان، إذا مباشرة نضع إشارة أكبر ولا داعي لأن نكمل باقي الأرقام. القسم الصحيح هنا هو 405، والقسم الصحيح هنا هو 812. من أكبر؟ 812 أكبر، إذا لا داعي أن نكمل باقي الأرقام. ستة ستة، لا أستطيع المقارنة، أنتقل إلى القسم العشري. أربعة خمسة، إذا الخمسة أكبر من الأربعة، إذا هذا العدد 6.4 أصغر من 6.5. سبعة سبعة، لا أستطيع المقارنة. اثنان ثلاثة، إذا الاثنان أصغر من الثلاثة، بهذا الشكل. اثنى عشر اثنى عشر، لا أستطيع المقارنة. أربعة أربعة، لا أستطيع المقارنة. خمسة خمسة، لا أستطيع المقارنة. ستة ثمانية، الستة أصغر من الثمانية، بهذا الشكل. عشرة عشرة. سبعة أربعة، إذا السبعة أكبر من الأربعة. هناك طريقة ثانية، تعالوا أحل بالطريقة الثانية. ما هي الطريقة الثانية؟ الطريقة الثانية تقول أحيانا بعض الطلاب يخطئون ويقارنون 10.7
10.46. يقول أستاذ 46 أكبر، إذا نضع الإشارة هكذا. الجواب خطأ. لماذا خطأ؟ خطأ لأنه هنا يوجد رقمين على يمين الفاصلة، وهنا يوجد رقم فقط على يمين الفاصلة. لكي أقارن بهذه الطريقة يجب أن يكون هنا لدينا رقمين على يمين الفاصلة وهنا رقمين، إذن يجب أن يكون عدد الأرقام على يمين الفاصلة متساوي. رقمين، يجب أن أضع رقمين، كيف؟ أكتب هنا صفر، إذن أصبح لدينا 70 46. إذن 70 هي أكبر من 46 بهذا الشكل. طيب تعالوا أحول هذا السؤال أيضا بالطريقتين. 40 40، لا أستطيع الحكم. 8 3، إذا مباشرة الإشارة بهذا الشكل. طيب لو حليت بالطريقة الثانية، 40.88 372. لاحظوا هنا يوجد 3 أرقام وهنا رقمين، ماذا أفعل؟ أضع صفر. إذا 880 372 إذا أكبر بهذا الشكل. رتب تصاعديا من الصغير إلى الكبير. نبدأ بالمقارنة. القسم الصحيح 3 3 3، لا أستطيع المقارنة. نبدأ بالقسم العشري بالجزء من 10. 4 8 8. لاحظوا أي الأعداد أصغر؟ 4 أصغر، إذن هذا العدد أصغر. 3.431 أصغر منه. باقي لدينا يجب أن نقارن هذين العددين. لاحظوا هنا يوجد 2، هنا لا يوجد شيء، إذن أكتب 0. إذن 2 أكبر من 0. إذن بما أننا نقارن من الصغير إلى الكبير فهذا العدد أصغر من هذا العدد. إذن 3.8 أصغر من 3.82 بهذا الشكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.